نشرة مقطع اليوم بكل بساطة. الإدارة قررت تجهز لنا أشخاص عشوائيين تم اختيارهم بعناية من قبل الإدارة، وشرحوا لنا الفكرة بكل بساطة واللي هي كالآتي: راح نكون مغمضين عيوننا وقدامنا ناس مطلعين فقط رؤوسهم، ولازم نعرف من هو أطول شخص بين الأشخاص هذولي عن طريق الأسئلة. فغمضنا عيننا وجلسنا على الطاولة، وهنا البداية. المقطع في شيء صدمني لازم اشارككم اياه. اغلبكم سمع عن شيء ان، وكثار سمعوا عن موقع شيء ان، وغالبا شيء ان مربوط بعقلك انه بس ملابس واكسسوارات. لا 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 لا، تعال شوف الصاعقه. مثال بسيط، طلبت لي ايربودز. الايربودز هذه رابطها تحت، ايش السالفه؟ هذه ايربودز قيمتها 48 ريال. ايش اللي عجبني فيها وخلني اختارها واوريكم اياها؟ غير ان سعرها رخيص 48 ريال، طلعت لكم الصور قدامكم، فيها شاشه تقيس لك البطاريه وتقيس لك مستوى الصوت. فوق هذا كله اذا استخدمت SSB عند الطلب يخفض لك فوق التخفيض تخفيض زياده. هذه سماعه راس بلوتوث وصورتها قدامكم. كم يا احمد سعرها؟ 58 ريال. راح احط لكم رابط تطبيق تحت، راح تحصلون اشياء مره كثيره ممكن تعجبكم، مره رخيص، في ملابس، اجهزه الكترونيه، شواحن، اكسسوارات للجيمنج، اجهزه كيبورد، ماوس، اشياء كثيره. بحط لكم صور قدامكم وسعر التراب رخيص ووصل لنا عند باب بيت. واهم شيء استخدموا 6B وحملوا التطبيق. شكرا لكم، مشاهده متعلمه. فاهمين الفكره عيال؟ فاهمين؟ ايه شو الفكره؟ ورب المصحف اني ما اعرف ولا شيء. والله اني معاه بس اقول لك خلاص خلاص خلاص. عندنا تحدي الان، كل واحد يشيل عينه ونشوف الناس اللي قدامنا بنتوقع مين بعد معدة ثلاثة وبنتوقع مين اطول واحد. ممتاز. واحد اثنين ثلاثة بوك. حلو، عندنا 5 اشخاص قدامنا. الاشخاص هذولي لازم نطلع من هو اطول واحد بينهم. أوكي. واضح؟ من الأطول إلى الأقصر. من الأطول إلى الأقصر. حلو. عندنا 5 جولات، الأشخاص اللي قدامنا يحق لهم يكذبون، يحق لهم يسوون أي شيء يبغون. يكذبون؟ إيه، ولكن في جولة، الجولة هذه اسمها جولة الصراحة. ممنوع أحد يكذب. من اللي عندهم؟ من اللي عندهم. أيوة يعني، يا سلام. قبل نروح للضيوف، حاجة مهمة، طلعوا وراكم. الله أكبر. ما بقى لنا شيء يا إخوان، ما بقى لنا شيء. حلو. أضغط اشتراك عز المشاهد. سب أقل من 600,000. تكفون 10 مليون عشان 620,000 وندخل ال 10 مليون. ما شاء الله. ونورنا. حابين نبشركم يا جماعة الخير إنه مع نزول هذا المقطع وصلنا إلى 240,000 من قيمة الناس. يا الله. بارك الرحمن. باقي لنا 60,000 ونكمل التوتل ونفتتح مع بعض إن شاء الله. كل جولة عندنا راح نبدأ نقيم من 5 إلى 1، 1 أطول شيء، 2 اللي بعده، 3 4 5 أقصر واحد. ممتاز. نسأل أسئلة نحاول نعرف. طيب خلونا نتعرف اول شيء على الناس اللي عندنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف ايش 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 عليكم السلام. دقيقه، باكستاني. باكستاني. باكستان. ما شاء الله. باكستان. ان شاء الله. ان شاء الله. هذول مشهورين بالسرك، انا اعرفهم. ما شاء الله. دقيقه، باكستاني هذا اطول واحد. خذ من عندك. اي هذا باكستاني. طيب اوكي، الثاني الاسم الكريم. يونس. 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 يونس من وين؟ من المغرب. مغرب. الحمد لله. واحد المغرب. ونعم والله. قسما بالله اني مصدوم. انا الان مصدوم. الان انا دقيقه. ايش الجنسيات؟ مغير في الجنسيات. والله ماني دخل انا. انا مثل مثلك. والله ما ادري انه مغرب. اقسم بالله. ايوه بتوقع سوداني. تحيه. السلام. الاسم الكريم. الوحش. الوحش. اطول واحد. اوكي اطول. لا لا اطول واحد. الاسم الكريم. سلطان. سلطان من وين؟ من اليمن. في المصحف يا عيال. يا طيب اقسم بالله اني ما ادري. بالله عليك. والله العظيم ما ادري. يا ولد تحمس. انا تحمس. انا بتوقع هناك. انا بتوقع. ما شاء الله. ولد الديره. هذا ولد الديره. هذا احسه من الجنوب. ايه احسك من الباحه. لا من وين؟ مصر. وشو؟ افريقيا. ارحبوا. تحيه لكل الشعب العربي الوطني، وتحيه لكل اخوان في العالم الاسلامي. ما شاء الله. واضحه الفكره؟ واضحه الى الان. اتوقع ان شرحت لكم الفكره انتم يا اخوان، صح؟ مشروح لكم؟ فاهمين كل شيء؟ فاهمين. اسمعوا يا عيال، احنا والمشاهد بنبدا نسوي تحريات على الاشخاص اللي قدامنا. عندنا 5 جولات لازم نحدد مين اطول واحد ومين اقصر واحد فيهم. هذه سلسله يا جماعه، عشان اكون معكم واضح، السلسله معروفه بمين سواها راكان مره حقت الغني والفقير. ايه تذكر؟ ايه. وصارت عند الاجانب وصارت عند العرب سلسله معروفه، سواها بيتا سكواد وسام المروه، قد سبق سواها العيال بالفيلم وطلعت لكم الصور. احنا بنبداها مع بعض الان. هذه السلسله الوحيده اللي انا ما يكون لي دور فيها
تكون في اعداد لها من قبل الاداره ويجهزونها بالكامل وتبدا. فمثلا هذه السلسله مين اطول واحد، ممكن نسوي بكره حاجه مثلا مين اكثر واحد يكره باور، ونجيب كذا ناس عشوائيين. حلو حلو. ونحشرهم. اذا تبون اذا تبون يا جماعه اعطونا لايك واكتبوا بالكومنتات افكار نسويها زي كذا عشان الاداره تشتغل وتجهز وتدور الناس المعنيين واللي تحسهم يصلحون ونجيبهم ونبدا صديق. حلو. واضح يا حليم؟ نقطه التحكيم الى الان واضح. نبدا الجوله الاولى. يلا بسم الله. الجوله الاولى. اوه بناء على الوجه. ايه هذه بناء على الوجه. تمام حلو. نبدا من يمين. حلو. نبدا من يمين. ايه اليمين درب الغنم. اوكي شوف انا بقول لكم يا جماعه اللي ببالي. ايه اليمين باكستاني. طب باكستان؟ ايوه. ما شاء الله. ايش اسمك؟ بابلو. بابلو كبر جاي منه. بابلو حبيبي ايش فيه؟ طيب اوكي. بابلو يوتيوب ترى. بابلو ان شاء الله ما نصقع بالسرعه هذه. بابلو باكستاني يا عيال. لو تركزون باكستاني بيغمز لي. غمز لي. بس الشنب حقه نحيف من هنا. شكله يا اخي طويل. هذا يخوف صراحه. نسأل بعد شوي حما ما نقدر نسأل بس هذا احسه حق مكيفات سباكه يا اخي. واضح انه طويل. واضح انه طويل. تمام جايبين اصل واحد. وجهي هنا احس انه العملاق اللي جنبه. الوحش. الوحش الوحش قالها الوحش. هذا هرش. والله هذا اقول شيء ما بيحلف. هذا هرش على طول. من المغرب عندنا مين؟ يوسف. يوسف يونس. يونس يونس. لا ما اتوقع. اتوقع انه معروف. لا 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 بونو تو موقع معاكم يا حبيبي. ايش دخل بونو؟ ايش دخل بونو؟ سيجار كلهم. ما له دخل بونو. عشان يا اخي لا ندخل بونو. يا عيال يا عيال على ملامح وجهك وشكل وجهه عش انك صغنون. صغنون صح؟ اي كذا دقن. لا لا صدقني من 160 ل 170. احس يونس طويل شوي. طيب اوكي. ها العملاق هذا وحش. هذا وحش. هذا الوحش. شوف الجلسه. شوف الجلسه. جسمه ما يكفي المربع. هذا غالبا انه هو الاطول غالبا. ايه يا الباكستاني مبدئيا هذا مني. هذا الاطول. اخونا اللي من اليمن سلطان. سلطان احس مرتب. شوف القصه. نجح السواق. تمام عرفت كيف؟ يعني وضعه سريع. احس سواق. هذا طول. احس سواق. بدنا يلا الحلقه. طيب سلطان كيف تتوقعون سلطان نعطيه؟ احس انه اموره تمام يعني طويل. 172. لان كل اقل ينقص اقل. نهايه الستينات. الستينات؟ 169. اوكي 169 حوالين. الباش مهندس من مصر. والله انا شاك فيه شكه عظيمه. صدقني ما ادري ليش. اي حتى انا. يب 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 يب. ولكن يمكننا فخ. هو ما راح يتبين معنا الان. مسوين فخ برضو الاداره؟ ممكن كل شيء. يسوونه. ولكن ما راح يتبين معنا الان. الان لازم نرتب ترتيب حق اول جوله. مين نتوقع اطول الى الاقصر؟ طيب واذا اخترنا ورتبنا ايش ممكن؟ كل يصير؟ جوله نرتب الى الجوله الخامسه. الجوله الخامسه القرار المصيري. بس عشان حبه حبه الان. تمام؟ اوكي يلا. طيب من واحد وشو المصير؟ واحد ايش رايكم؟ واحد نخليه الاطول واحد. واحد هو الطويل مره. الوحش. الوحش رقم واحد. تمام؟ يب اوكي. هذا رقم واحد. يا سلام. رقم اثنين اللي بعد الوحش حسب الباكستان. يا عيال بابلو. يا بابلو لا تنخدعون يا شباب. ورب الكعبه اكثرهم ما شاء الله تبارك الله. يا يجيك مره طويل للسقف هنا الاناره ولا صغير عند رقم اثنين. كنا طوله 90. اي بس ابو خالد لا حد ينخدع. يلا يا شباب جلوا له مبدئيا. يلا جلوا اللي يقول ان هذا رقم اثنين. انا باكستان. انا رقم اثنين. هذا ابو خالد. انا ضدكم بس حطوها رقم اثنين. يلا. طيب باقي عندنا ثلاثه. مين ثلاثه يا عيال؟ ثالث واحد. ثلاثه. ثالث واحد عندك سلطان. احس ايوه سلطان. سلطان ولا سلطان بعدين من المغرب. اي اخونا المغرب. ايه سلطان. هذا عند سلطان. ايه سلطان. ركز معي. ها والله يعني بتكلم وانا صادق. اللي بالنص وجهه مو غريب علي. شلون شلون مر عليك اللي بالنص؟ انا احس اني شايفه بس والله العظيم ما لا تقول في السناب تكفى. انا عن نفسي اللي بالنص وجهه مو غريب الصراحه. وجهه مو غريب. بنجي الان وبنسالهم. تمام. يا قاعد يا قاعد يا قاعد. هم ثقيلين. هم ثقيلين. ثقيلين ثقيلين. ها طيب الجوله الاولى تنتهي الان. باقي لنا اربع جولات. كتبنا كالاتي: اطول واحد الوحش، الثاني الباكستاني، الثالث من اليمن، الرابع من مصر، الخامس من المغرب. ممتاز ممتاز. نسمي بالله الان. ليتس جو. وش الجوله الرابعه؟ الجوله الثانيه. الثانيه. الجوله الثانيه عندنا سؤال راح نتفق عليه. والسؤال يمر عليهم كلهم وكلهم لازم يتكلمون ويجاوبون. حلو. الان ايش السؤال اللي نساله على الجميع؟ سؤال واحد شيء. لازم نصيد سؤال كذا جامع. يا اخي في بالي سؤال انا يعني جاب بالي على طول واحس انه مهم في الطول. الوزن.
حلو يا حبيبي. بس يمديه يكذب. الربع ما شاء الله خويي وزنه اكثر مني. وش فيك؟ صادق ما لها دخل. ما شاء الله يعني حدودي. لا تقد تسوي يا 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 سيناريو. طيب ابو خالد شو رايك؟ وش ببالك؟ ليه ما نسال عن الوظايف؟ الوظايف وظيفه كل واحد يخر الوظيفه الطول الا مربوطه. واحد قال مثلا واحد وظيفته مثلا لعب سله. لا لا وظيفه سباك. اوكي ولا حق مكيفات. هذا زوجك عمان حلو. واحد مثلا يلا بسم الله نجرب. انا عن نفسي اقول العمر. العمر العمر حلو يا اخي. كيف يفهم هذا عمره كم؟ استغفر الله. عمره 40 في الثلاثينات الحين. حولت ويزيد اطول منه. استغفر الله. اجل الوظائف انا اشوف انها مناسبه. الوظائف يلا. السلام عليكم باي ساب. كل سلام. كيف حالك؟ الحمد لله. انت ايش وظيفه؟ جمباز. ايش؟ وش جمباز؟ جمباز كذاب كبير. تقول 4 متر. صدقني كذاب. 4 متر جمباز. انت في خوف من الله. انت ما بك ما بك. انت جمباز. اي جمباز. سوي شقلبه. معلوم معلوم. شقلبه سوي شقلبه ورا. اوكي ما في مشكله. طيب حلو اللي بعد. يا يوسف. يونس. يونس ايش وظيفتك؟ معلم سباحة. أرفع صوتك. إيش؟ معلم سباحة. معلم سباحة. ما غيره معلم سباحة. لا أبقى عليه. ممكن. إيه. على وجه. لا فعلًا. فعلًا. صح. تصادق. تليق عليه. تليق عليه. أوكي. أوكي. الوحش. الوحش. مهندس طيران. مهندس طيران. عيال. طيب هل. طيب ليش كذا؟ مهندس طيران في إيش؟ كيف؟ مهندس طيران. وطالع بمقطعي يا عيال. مهندس طيران كان تلقاه الحين. لا عادي يا عيال. شوف شخصنا معانا. هذا من شخصنا. لحظة 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 لحظة. ابغى اعرف كذا ابو صادق. مهندس طيران مدني ولا عسكري انت؟ انا مدني. مدني. وين اشتغلت قبل؟ اشتغلت في مطار الخرطوم. صادق. صح تحس وجهك. واثق من نفسه يخوف. صادق انت صادق. طيب بس لحظة الى الان ما توضح لنا. سلطان حبيبنا سلطان وظيفتك؟ باريستا. وش هي؟ باريستا. وش هي؟ قهوة. باريستا. كافيات وقدم قهوة وزي كذا. عشان كذا أقولكم من اليوم. بس أنا ممكن إنه يكذب. لا لا صادق صادق. لا أحس أحس صادق. نروح للباش مهندس. مهندس كهرباء. مهندس كهرباء. 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 مهندس كهرباء. تصليح كهرباء. تشتغل بالسعودية؟ السعودية وبرا السعودية. كم خبر ولا خلاص خلصنا ما أقدر أسأله. إي والله. يا اخي هل نقدر نتعمق بالاسئله؟ طيب يا عيال خلاص الحين الاسئله وانا انا ما اتضح لي شيء بالترتيب. انا اقول الترتيب نفسه ما هو حاليا يعني السباح 5 ايه وهذا المهندس لا بس سباح احمد وشلون اكثر واحد تخلينا سباح لا لا, لا 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 في شيء ما تدرون عنه. انا مشخصنها مع هذا الرجل البغسالي. والله درينا يا والله رب الكعبه يا عيال. انا مشخصنها مني يا احمد. يضحك حدوني يا عيال. غمزت تحدوني من اليوم. ابغاك تتحداني ان الباكستاني اكثر واحد بينهم. انا هسه مستحيل يا غنى 7 متر ولا يا دقيقه قلبي دقيقه. الحين باقي عندنا 3 جولات. خلونا نسال اسئله يعني. يلا ممتاز. كل واحد يختار واحد يسيده. خلوه علي. خلوه علي باكستاني. خلوه حبيبي. تعرف تسبح؟ لا لا صح لا جمباز. جمباز اعرف. جمباز. والله لا جمباز ولا سباحه ولا كعبه. اقسم بالله انا لا سباحه بعد انا خساره. ايه حبيبي انت وظيفه جمباز. ايه طيب انا يسأل سؤال انت ايش هوايه؟ معلوم هوايه؟ ايش حب يسوي؟ انا احب الكوره. كوره؟ كوره والعب؟ ايش انت مركز كوره؟ وين انت يلعب؟ وسط دفاع حارس هجوم ايش يلعب؟ وسط يعني مو حارس. يعني خلون روح عند يونس. يونس يونس ايش هوايتك؟ سباحة. واضح واضح يونس واضح. يونس قصير يا اخي. احس انه قصير. لا ما احسه قصير يا عيال. كم مقاس تيشيرتك؟ ميديوم. ميديوم. ارفع صوتك يونس. لارج. لارج 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 يا عيال. قال ميديوم غير لارج. احب الجرنس هذا. غير رايه طيب يا عيال نرجع للباكستان. يعني قال ميديا ولا غير راجع. انت هذا قصير. خلوه ويمكن يكذب. خلوه يمكن يكذب. خله كم مقاس فيت؟ 41. 41؟ انا كيف باكستاني 41؟ والله 41. انا مقاس رجلك. مقاس كنا صابون رجلك. انا وراك 41. يا عمس قزوم يصغنون. يعني باقينا دقيقتين التايمر. باقينا دقيقتين. مهندس السلام عليكم. عليكم السلام. ايش هوايتك؟ كرة السلة. ايش؟ لا اقول لك شيء. هذا وات بيجيك كمان عرفت؟ بعطل بعدين بخرب المقطع. بيقفل ام الكاميرات. ايش تلعب بالاكلات؟ ايش تاكل؟ كسرة. ايش كسرة؟ ايش؟ هذا حق المعضلين. وش اعرف كسرة. كسرة. بس انحش خلاص خلاص خلاص.
ابد ابد. ايش هذه؟ واحد وش كسر يا عيال؟ هذه اكله حقت اللحمه. لحمه قويين. لحمه لحمه. خوينا وش هوايتك؟ طايره. طايره؟ طايره؟ صح؟ لا متوسط. ممكن يكذب يا عيال؟ اي ممكن يكذب. ممكن يكذب. ممكن يكذب. لازم نحشر زياده. ما بقى وقت. كم بقى وقت؟ كم بقى وقت؟ الباش مهندس. الكهربائي. كهربائي كم؟ وش هوايتك؟ هوايتي كرة القدم. بعد. طيب يا باش مهندس، لو انك بتلعب كرة قدم تمام؟ ايش مركزك؟ مدافع. والله انك مدافع. اقسم بالله انك مدافع. طيب لك بالعسكريه والحروب؟ يعني مره مره. اسمعني يا عيال، هذا واحد يتغير عنه كل مقطع. هذا واحد يا عيال. ترتيب لازم يا عيال، لازم نرتب. لازم نرتب ترتيب المراكز يا عيال. هذا نعطيه خمسه. من باكستاني؟ انا شخصيا. انا يا عيال الباكستاني كثير. ابهم شخصنها معاه. الباكستاني. الباكستاني خمسه. خمسه. طيب انا بسال سؤال باكستاني. لازم نرخم يعني الحين دوب. حبيبي كم عمرك؟ عمر انا ما يمكن. طيب كم يمكن؟ دقيقة دقيقة دقيقة. انا يسأل انت سؤال، انت جاوب بسرعة، اوكي؟ ايوه. كم عمرك؟ 29. كم مقاس رجلك؟ ملابس؟ لا مقاس رجل. رجل؟ ايه. وهذا 41. لا لا طب عرفتك منطقة. طب لا 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 قال 41. اوكي بالكلام. تردد. طب كم مقاس تيشيرت؟ اكس لارج. لا يا عيال هو نحيف تمام؟ هو نحيف ما يلبس اكس لارج. انت اكس سمول. يا اخي لا شوف حدوده وجهه. انت كذاب كبير. انت نحيف ما يلبس اكس لارج. خلص الوقت. خلص يا عيال بكس. عادي رتب الوقت يا اخي. ترتيب. اسمعوني احمد، ممكن اكسر وجهك الان انت والعيال. هذا نعطيك خمسه الان. يب الباكستاني انا خمسه. ابو خالد عشانك مسخصن معك. يا عيال خمسه افهموا مني. بيورطهم يوم 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 يوم. رجال السؤال نفسه قال 41 تذكر. فاضي يا عيال. خمسه يا ركزوا معي. تشوفون سوداني؟ ايه. كيف حالك يا زول؟ كويس. اسمك الوحش؟ اسمي الوحش. ما انا لازم ارتب يا عيال. لازم ارتب. انا لازم ارتب. الباكستاني لازم اغير رقمه. يب يكذب يا عيال. انا خلونا نثبت اشياء في راسه تمام. هذا باش مهندس قال انه يحب هوايته كرة القدم. إيه. ويقول انه مهندس. يا اخي ما احسها تجتمع الصراحه نهائيا. غريب 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 غريب. واحس انه يعني اجاباته مية بجابة الثقة. عرفت اللي بس حافظ وقاعد يسمع لك. فانا ودي نخليه خمسة تمام؟ ايه. اوكي 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 خلاص. خمسة تبي هذا؟ ابي هذا خمسة. والله احسه يا عيال خمسة صدقوني. طيب هذا اقصر واحد خمسة. اربعة المصري تمام؟ حلو حلو. هذا تشوفونه؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة. حلو. اثنين الباريستا. الباريستا طويل صدقوني. بس طويل. يب يب يب. الان احنا حددنا انه هذا وهذا كذابين. كذابين قاعدين يكذبون. ايه. هذا قال مقاسه اكس لارج. اكس لارج وسيعه. وهو نحيف. هو نحيف يعني وجهك نحيف. هذا مبدئيا توقعات انه هو يبغى نعطيه سؤال واحد من الخمس. شو يضحك يلعق قفطنا. ايه قفطنا. هذا صامل. شفت عبير وجهه؟ شوف شوف هذا قاعد يقعد يونس. هذا قاعد يحرك رقبته. قفل المقطع. هذا قهرني. طلعوه. طلع 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 قهرني. أبعطيه. اسمع انا اسوي عشاء سوى نو بس بقطع ما فيه. كومار ايش اسمك انت؟ بابلو. بابلو تحيه. سوي تحيه. ابي طلعت ابي كسرنا ونك كسرنا. خلينا نرتب الارقام على السريع. طيب اطول واحد الوحش. الباريستا اثنين. ثلاثة السباح. أربعة المهندس. خمسة السرك. ترتيب حلو. الجمباز. الجمباز ترتيب حلو. جمباز. الثلاثة اللي بالنص هو الآن غلطنا بينهم. الثلاثة بالنص هم الزبدة يا عيال. صح هم الزبدة. واحد من الثلاثة اللي بالنص هم طويل. ولكن أرجع النقطة. شفتوا الشخص اللي بالنص؟ إيه. حلو. أنا شايفة يا عيال والله أعلم إنك طلع لي مرة في مكان في مواقع التواصل غالبا التيك توك. طيب أقول لك شيء. أقول لك شيء. أتوقع إنه بيفجرها علينا كلنا. أتوقع إنه بيصير مرة. إيه. توقعي دام طلع لك انت. لا لا وجواب الوحش والطيران والله عاد. لا والله والله توقعي غريب يا عيال. انا والله انه وجهه مو بغريب علي. والله العظيم صح. والله انه وجهه مو بغريب علي. والله قسم بالله يا اخي قاعدين نشحن بعضنا انتم. طيب طيب اوكي اوكي. عند الجوله هذه. الجوله هذه الجوله قبل الاخيره. نتذكر يا عيال انه بعد الجوله هذه نقدر نسال اسئله ممنوع عليهم الكذب. فبنطلع سؤال بالذين. الان وش الجوله؟ كل واحد يتكلم عن نفسه لمدة دقيقة. أوكي. ونسمع منه بدون ما نقاطع. يتكلم. بسم الله إنك تفهم. حلو. عطيني. أحمد بعد ما يتكلم. أنا ودي نبدأ. أنا ودي نبدأ بالباش مهندس. بالوحش. بنبدأ تايمر دقيقة. نبغاك تتكلم عن نفسك لمدة دقيقة. أي شيء تبغاه. إيش تشتغل؟ إيش تحب؟ إيش ماني عارف إيش. تمام؟ أنا باش مهندس الوحش.
كنت في السودان واشتغل في المطار الخرطوم. الظروف غلبتني وما قدرت اواصل قصة حياتي، وكنت ابغى اتزوج، فقامت المشاكل والوضع في السودان بقى ما كويس، فحبيت اجي السعودية واشق طريقي. وانا حاليا بفتش على شغل، ما شغال، شهاداتي كلها موجودة وتحت امر اي حد يبغى يشغلني. هذه قصة حياتي. الله يوفقك اول شيء، الله يوفقك يا رب، يرزقك ربي باحسن وظائف. امين امين. والشيء الثاني صادق يا عيال. اي اي انا انا احس على من نبرته وطريقه كلامه انه صادق. يب. ما بتعطى على كلامه. إيه. ما بتعطى. إيه. خلونا السباح ولا باريستا تبون؟ لا الباريستا. باريستا باريستا باريستا. تكلم قول لنا عنك اي حاجه. تكلم. انا سلطان. إيه؟ في السعوديه. اوكي. ما قد رحت اليمن الا مره واحده تقريبا. ما نسيت صوتك. ما راح اليمن الا مره واحده. إيه؟ شغال باريستا لي تقريبا 4 سنين او 5 سنين. ما شاء الله. سولفنا عن القهوه. القهوه ودي نعرف وش تعرف عن قهوه. وش اعرف عن القهوه؟ ايوه انواع نوع القهوه اعرف. ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ بن اثيوبي قيمه الاله حقيقه القهوه. ايوه وش نوع القهوه؟ في بن اثيوبي يمني وبرازيلي وكولومبي. اوكي قيمه الاله حقت القهوه البلاك. قيمه الاله؟ اي قيمه الاله. انا مالي دخل فيها فهم. حلو بس ما سمعت يعني ما راح مو قاعدين نستفيد. مو قاعدين نستفيد بس مبدئيا صادقين قاعدين يقولون كلام صدق. لا صادق. صادق. خلينا نكمل باقي وقت. كم باقي؟ قلنا وش تلعب وش تسوي؟ باقي 3 ثواني 7 ثواني. تكلم قول حاجه. الرياضه المفضله لك؟ العب طايره. غيرها؟ العب شد الحبل. بس شد الحبل مع الظل يا عيال وطوله 7 متر. خلينا نسال عن النادي. سباح تكلم عن نفسك وارفع صوتك. معكم يونس الجعواني، مغربي الجنسيه، عمري 27، معلم للسباحة ومحب للهواء. محب ليش؟ للسباحة كذلك. ايه حلو. وكذلك أميل للعبة كرة السلة. اشتغلت بكذا نادي؟ لعبة كرة السلة. سريع عندك دقيقة. كرة السلة؟ لا. اشتغلت بكذا نادي؟ تحب كرة السلة؟ نعم. تحب كرة السلة؟ اشتغلت بكذا نادي؟ هل قد دخلت جيم؟ تمرن؟ فعل. يا عيال. ايش هذا؟ ايش يا عيال؟ والله صعب. ربي نحشة. مرة ماني قادر. لا نخلص أسئلة عليهم ولا نسمع كل ما حد تتعتع، لأن الصدق الدولة الأخيرة نحتاج نسمع كل شيء زين. الوضع يخوف الصدق. أنا صادق. خلوه عند الباكستان. أنت خمسة صديق. كيف حالك؟ كويس؟ الحمد لله. أنت في 1 مينت كلام. أنت إيش حبي؟ إيش أبغى؟ إيش سوي؟ إيه نروح؟ أنا حبك هذا مطعم شغل. أنا هنا سنة ونص خلاص. أنا الشغل على المطعم حلو. شغل مطعم. انا شغل حب. ايش مطعم ايش يبيع؟ هذا شاورما. حط شاورما. شاورما ايوه شاورما حلو هذا تقديم. انا تقول كاستمر زبون يجي يسوي مسخره يسوي كويس يسوي مسخره. ايش زبون يسوي مسخره؟ سوي هذا يجي مسخره. زبون يجي يسوي مسخره. انا حلو. انت قصير. انت قصير. طويل. انت كلام جنبال. خمسة. شغل جنبال بعدين شغل مطعم. اعطيك 20. انت علي بابا كمية. 20 عشرين. 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 يا عيال والله زل. صادق. حلو. زل. طيب مدير ليش زبون يسوي مسخرة؟ ايش سوي مسخرة؟ انا اسوي مسخرة على طول يجي زبون سق. ليه؟ يعني حبه انت حبه. ليه يسوي مسخره؟ لا هذا لازم مسخره على هذا. انا حبك زياده. هو يحب 20. في 20 في شيء يا عيال مهم. انتم ما انتبهتونا. قسم بالله كيف يتكلم كذا بالعربي وهو له سنه ونص في السعوديه؟ ايه انت سنه ونص سعوديه. اوكي والله يقول والله. يقول والله سنة ونص في السعودية. أنت قلت والله. ممكن كان والله. أنت كلام والله. يمكن في الإمارات. يمكن صح يمكن دول الخليج. والله 20 والله. خلاص خليه 5. روح للباشمهندس. أنا مهندس كهرباء بصلح بعمل شقق كهرباء. سني 40 سنة. واحد شافني وأنا في مصر شافني مهندس أكبر مني فقال لي تعالى معايا سافر معايا السعودية. في شركات هناك هتشتغل عاوزينك هناك. فروحت اشتغلت وبقالي 6 سنين. ما شاء الله 6 سنين. 6 سنين هنا. عمرك 40. عمري 40. الله طولة العمر. ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني كبر ابو خالد. بتخرج من اي جامعة؟ من جامعة واخد 4 سنين بكالوريوس. ايوه وين اي جامعة؟ جامعة في شارع الهرم. شو اسمها؟ شارع الهرم. شارع الهرم. جامعة في شارع الهرم. ايوه. قريبة من شارع الهرم. ايش اسم الجامعة؟ مش متذكر عشان بتخرج بقالي كتير. مش متذكر. لا على سن 40 سنة. بكالوريوس كم سنة خذيتها؟ 4 سنين.
وانت متذكر الجامعه؟ تخصصك ايش؟ ايه؟ تخصصك نجم ايش؟ نجم ومعلومات. نجم معلومات. مهندس ولاعب كوره ومعلومات. اللي بتاعك كله اسمعني بكسرها بخرب المقطع. لا يا اخي كذاب اللعبه مو على الكذاب، هي اللعبه فينك يا عيال. قلبنا اللعبه كذاب، انت كذاب ورب الكعبه كذاب، اقسم بالله انك كذاب. ابو غازي استنى بالله يا عيال. ايه انظر انا الوحيد صح متخرج 5-5 بنظم معلومات مهندس كهرباء لاعب جامعة شارع الهرم. ايوه لاعب كورة ايه ويحب الوسط صناعة اللعب. يا ايوه موهبتي اللعبة موهبته اوكي المهندس الوحش ضحك دلوش اتوقع ايه انا شاك فيك انت كمان الوحش نظرني اتحداك ما تضحك ها ما اسمعك يقول اتحداك هو اذا صام اسمع يا عيال ابو جاي خلينا واحد صوت عندي نقطه قويه يلا يا عيال النقطه كالتالي يا عيال الاقزام اعرفهم اخوياي اقسم بالله الصغار اني اعرفهم مشاكسين اي مشاكسين يا عيال يكذبون كثير نصابين صح يحبون هذول من بدينا والله انا كلام والله انت كذاب والله كذابين اقسم بالله هذول الاثنين كذابين بغض النظر يمكن يطلعون طوال بس كذابين كذبوا علينا في شيء اسمعني هذا بالجامعه وما نعرف ايش وهذا بالمطعم الشاورما طب على وظيفه وسوي مسخره طيب ايش سوي استثنيناهم باقي عندنا الثلاثه تمام كل واحد تكلم فيهم الان عندنا جوله اسمها جوله الصراحه هذه اللي قالوا لنا عنها اللي عندنا سؤال واحد ممنوع يكذبون فيه دوروا سؤال نجيبه ننهي ام السالفه طيب انا ما بي اصدمكم بس بنضحك على نفسنا لازم اسال سؤال هل اقدر اسال مثلا هذه الاضاءه هل نقدر اساله انهم اطول منها او اقصر يعني في سؤال قوي هذه ما حد اطول منها حبيبي لا مثال يعني اقدر اقول مثلا اطول من لا ليش ما نقول هذه ما حد اطول منها فوق 180 او تحت 180 حلوه نقدر عشان نصفي نقدر 180 او اطول لا نبي سؤال اقوى يا حبيبي هذا واضح مره هذا الان يجاوب صدق يعني اعطينا فوق او تحت اعطنا 180 بس وحنا اول التحري علينا نسال 180 فوق او تحت ايوه ما يقدر الان صراحه الان جواب صدق الوحش واحد هذا مقلب خالد اتوقع انه مقلب كبير انه قصير ما ادري انه قصير بس يا عيال لا ما توقع كل الجولات اللي راحت ما في تعتعه جواب على طول ايش فيه لو تلاحظ بين طول الروس ترى هو اطول واحد اطول واحد بس هذا ثابت هذا واقف الزول ثابت على الصراط ما تحرك ما نزل ما طلع الان جواب صدق لازم جواب صدق الكل نبدا من الباكستاني مدير هذا لو فوق 180 هو اطول واحد انتهى النقاش ايه ما في كذب لازم جواب صدق كله جواب صدق الحين فوق 180 ولا تحت 180 سنتيمتر أوكي 60 أوكي تمام لا يمكن يكون 75 70 لا 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 يا عيال اوكي لا اوكي يا اخي ليش 180 الى الان صح الى الان خسرنا كذا 180 يا اخي لا خلاص عندنا اخذ لي واحد ابي الوحش صدقني لا الوحش اخذ هذا ايه باريستا سلطان انت فوق ال 180 ولا تحت ال 180 تحت 180 بس جبناها الوحش الصادق اللي بيجحف الان جاوب صدق انت فوق 180 ولا تحت 180 تحت 180 الله يا اخو بيدرس قسم بالله انك كابتن يا ابو لا سؤال 180 هذا لاعب كره سله 180 المفروض انه في واحد طويل يا اخي لاعب كره سله ما في بور واحد 180 ذكي انت هذا سؤال الصراحه انت الكابتن فيه هذا لن يتغير الرقم عنده اي شوف وانت غيرت شخصك يا اخي عندي شيء ليش ما اوقف ولا انت توقف احمد والسؤال يكون كالتالي هل هو اقصر منك ولا اطول الا وما يكون في واحد اقصر منك لنا سؤال اثنين ثلاثه يا اخي تكفى يا اخي واحد. يا اخي تكفى يا اخي طيب سؤال ثاني نختار شخص بس واحد اسال سؤال واحد
واحد بس هو اللي نسأله أطول مني أو أقصر مني. تكفى يا أخي تكفى. واحد بس أنا واحد. أرجوك أرجوك. طيب أصبر أرجوك. عادي أوكي عندنا عادي عادي. طيب أصبر أصبر مين مين تكلم قبلها أصبر مين. الوحش الوحش نسأل الوحش الوحش نسأل الوحش رقم واحد حفظته وهذا قفطناه باقي أنت. الوحش صح أيوة. الوحش اللي بتوحشنا والله. إيه اسمعني أنت أطول مني ولا أقصر؟ جاوب صدق. أقصر منك. الطيران بدل الطيران والله انا عارفه الطيران شكل طول عدل على طول 160 اقولكم مرتاح مرتاح وجالس ما يتحرك. اوكي 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 نبدل الارقام وقت الترتيب وقت الترتيب النهائي اربعه اربعه لا نستعجل ما ادري لا ليش اربعه ليه عيال لا 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 اسمع اسمع اتفقنا ما يتغير. ايه طيب خمسه أربعة. خلنا على المضمون خلنا على المضمون خل خليه خمسة لا 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 على المضمون يا أخي لا 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 وقف وقف لا 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 يا عيال أقصر مني أقصر أقصر منك اسمع اسمع يعني وين بيصير يا أخي اجلس 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 بدخل 9 مليون وخلص اجلس 10 مليون 10 اسمعوا يا عيال رتب خمسة خمسة إيه وشيل الواحد يا عيال احنا هدفنا نجيب الأطول طيب لازم نجيب رقم واحد بس صح يا أخي صح عليك بس ما حصل خامس راكان لا توترنا لا توترنا مين أقصر مين أقصر مني هنا يا أخي هذا هو الباكستاني أقصر مني هذا خله بنجيه بنجيه رقم واحد مين؟ مين إي والله يونس بين ثلاثة واثنين المغربي يونس سباح على أخر المغربي أول باريستا لازم أيوة نصوب ثلاثة يونس باريستا طول واحد كلها مني يونس سباح ويلعب سلة بونو 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 الباريستا أنا أقول المغربي تصويت نصوت نصوت عادي كل واحد يختار كل واحد يختار طيب ايش تقول؟ يونس يونس رقم خمسة؟ اي رقم واحد لا أطول واحد أطول واحد ايه ايه هم قاعدين يغمزون الباريستا 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 نعم أنا الباريستا أنت المغربي المغربي اثنين اثنين يعني لازم نحدد مين أكبر واحد؟ لا أصبر 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 طيب ليش؟ نتفاهم نتفاهم طيب ليش؟ ليش؟ لأنه سباح ويلعب سلة تمكنك كذاب خلاص أنا معكم أنا معكم موجود والله أنا على المغربي مغربي ايوه أنا مغربي مغربي واحد واحد مع اني والله والله ما يشاك حتى شاك انا احس انها الباريستا اطول واحد يا عيال المغربي واحد أكسر الباكستاني مغربي. يقول دائما مطعم مسوي مسخره هذه فيها ابو انا ارشح انه نبدل حبيبنا من مصر الى الباكستاني يصير يلا الباكستاني حلوه 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 ممتاز ممتاز يا رب يا رب دار ممتاز خلاص كيف ترتيب احلى ترتيب هذا انا اشوف هذا احلى ترتيب ابغى اشوف انا ابغى اشوف يا عيال انصدمتوا من الوحش صدمتني يا وحش والله صدمتني اقسم بالله صدمتني بس والله صالحه حلوه ايه قام كامل قوي مره الان راح عيدها شو تقول الحزن بيطلعونهم ندور نطلع هنا يلا نقول كلنا نطلع هنا على ال 10 مليون على ال 10 مليون اللي بتجي ها يا عيال والله متوتر اقسم بالله رقم خمسه طول شكله طويل يا عيال تعال 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 عشان زاويتي انصدمنا الان يا عيال بضحك عليكم ضحك لمده لين ينتهي موسم الجيمر على طول على طول سويها الوحش بضحك الوحش جاهز خير كذا نرفع راسنا ايه سلف لي 5000 سوي لك اكبر حفله تعال وقت هدوء الان يلا هدوء يلا ها يا ولد خايف يجي برا جاهزين ما شاء الله انا مهندس ورحت هنا وجيت يا اخي شخصيتك انا شايفه يا عيال انا يا اخي شايفه بس ما اذكر من زمان مر علي وجهه بس هو مو قاعد يسولف ما ادري انا ابغى صوته يا ترى من ذا الحين اتوقع الباكستاني صح؟ ايه نفسه صح؟ صغير صغير لا لا صغير بصفقه على طول احس احس انا بصفقه احس بره كان طولي يا حبيبي باكستاني صديق سوي تحية تحية أيوة تحية ما شاء الله إيش سوي تحية
انا شخص معاك انت والله يبقى مسخره لا شيلك والله العظيم شوف حالك كويس والله قلت كني قطو دقيقه مره طيبه يا عيال انا الحمود الباكستاني اطول شوي ها من لا لا عشان شعر ممكن ممكن يلا طيب يا رب الكعبه يا رب الكعبه رحت صدمت صح؟ يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال اقصوا معي ثلاثة المصري صح؟ ايه طيب المصري لا المصري طويل هي المصري اللي تحت يا عيال بنصرف كل صدمة العمر يا رب لا تقولها يا رب ايوه الله اني قايل لك يا عيال مستحيل والله والله العظيم انه صح علينا كيف كذا؟ صح علينا ليش صح علينا؟ انتوا مع بعض؟ مع بعض؟ ايوه انتوا كلكم جروب؟ كلنا جروب والله؟ والله ما شاء الله تبارك الله انتوا حقين التيك توك يتصورون؟ ايوه نحن تبع ابو كيان اوكي ده صح ما اقول لك انا ان هذا بالتيك توك يا حبيبي تكلم طيب انا اكيد انك شفته انا شفته على المصحف هذا وهذا اول مره اشوفه هذا قد شفته مره طلع لي بالتيك توك كان يسوي يتضارب مع واحد صح؟ ايوه ضربته مين ضارب مع مين؟ ضربته مع الكحلي وضربته مع الكحلي الكحلي مع الربع ايوه مع الربع اقسم بالله اني قايل اني شايفه مع الربع انت انا والله ما هذا اللي قايل اني شايفه مع الربع اقسم بالله والله ادري سجل سجل رهيب رهيب اوكي معناته المغربي معاهم وغلط وهذا هو اكبر واحد المغربي معاهم والله ركن يعني غلط غلط عليها ركن غلط وروح ادخل كلهم صار خمسه لا 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 اسمعني بكسر الشاشات والله انا بكسر الاداره لا 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 اخر اثنين ليه ما نطلعهم مع بعض؟ ليتس جو حلوه 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 مره حلوه بسم الله بسم الله ونجيبها يا والله اقسم بالله انت وانت بشخصنها معاكم تغمزون من اليوم مستحيل يا اخي تقول الباريس هو الاطول لا ركن لا لا ركن لا حلو حلو دقيقه الان رقم خمسه خلاص تثيبها صح ارجع رقم يعني بدنا كذا خلاص جبناها صح جبناها صح وش ذا وش ذا وش خصم دقيقه 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 خالد وش ذا العصا؟ لا مولدين الله يرحم والديك يا خلاص 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 اسدي والله لا سب رب الكعبة لا سب يا ولد بس بس انت ايش هذا؟ خلاص خلاص ورب الكعبة عصب صدق يا مال تستهبل؟ هذولي بودقار هذولي بودقار اقسم بالله هذولي هذولي قار هذا حراس شخصيين ما شاء الله مو باقزام ما شاء الله ولا تشوف شوف الشنب شوف ايش الشنب 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 الحلقة صور الشنب 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 يعني مين يعني مين يعني مين ايه وصلوا وين وين هذا رئيس عصابة وين 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 بيكي بلايندر وين هذا ولا شيء انا اشوف انه ما شاء الله هذول تبع كلهم اي نعم باقي اربعه مجنون بعد بس الله يرحم والديك ابو كيان الحين هذول كلهم معك اي نعم وفي واحد وفي غيرهم اربعه وفي غيرهم اربعه طبعا نصور يوميات في السناب والتيك توك عشان كذا انا شفتها في التيك توك ما اقول والله قسما بالله يا عيال اني استمتعت في هذا المقطع مو غير طبيعيه الشيء هذا اللي شفتوه قدامكم محتوى كامل عند ابو كيان اشكرك حبيبي. وما قصرت صراحه المفاجاه رتبها مع مين عبد الله والله ما قصرت لا والله انا ما قصرت اقسم بالله عز المشاهد عز المشاهد خلاص عشان ما ابغى نطق انا الصراحه ابغى انهي المقطع اتمنى استمتعتوا ابو كيان يصور يوميات مع الشباب ما قصر رابط سنابه تحت تبون تشوفونهم مع بعض مجتمعين يطقطقون انا متاكد ان في محتوى لا نهائي لو اصور مع هذولي ولكن انتم احكموا اذا تبغون زياده تابعوا ابو كيان تحت في السناب وشوفوا يومياته بحط لكم التيك توك والسناب حقه والله يعطيك العافيه مره ثانيه على زيارتك اللطيفه شكرا لك السلام عليكم الاشتراك يا جماعه ما بقى لنا شيء على التسعه على العشره مليون ورابط تذاكر في اللي برضه تحصلونه تحت خلونا نشوفكم السلام عليكم تنويه مهم مره يا جماعه صار في تخفيض 15% على قيمه التذاكر وترى هذه اخر 4 أيام بنشوفكم فيها رابط تذاكر في اللي تحت واي واحد يجي من رابط يقول لي يا احمد انا جاي من رابط خلونا نشوفكم ما ندري يمكن السنه الثانيه ما يكون في جيمر زيد زي هذا